انقلبت الأحوال وسقط 96 من حراس سجن رهائن بقبضة السجناء في الأكوادور أواخر يوليو 2023، ودخل مئات السجناء إضراباً عن الطعام للمطالبة بتحسين أوضاعهم. ثم أعلن المدعي العام أن 18 شخصاً قتلوا بأعمال شغب استمرت يوماً كاملاً بأحد سجون مدينة وايكيل. ليس هذا فقط، اندلاع العنف بين مختلف العصابات للسيطرة على تجارة الكوكايين وجد طريقه خارج القضبان، فقتل ذات الشهر عمدة مدينة مانتا أوغستين انترياغو ومعه الرياضية الشابة أريانا تشانسي بينما كانا يتحدثان في الشارع بوضح النهار. كل هذا بعد أن فقدت الدولة سيطرتها على السجون لصالح العصابات وعقب مقتل أكثر من 400 سجين منذ العام 2021 خلال أعمال عنف ومذابح. فما الذي أوصل الإكوادور لهذا الحال؟ نظام السجون مشكلة كبيرة للحكومة منذ زمن، لأن هناك 3000 حارس فقط يتولون مسؤولية 31,000 سجين في 36 سجنا مزدحما حول البلاد. وبسبب الفساد الذي طال الشرطة وحتى القضاة والمحامين، تمكن السجناء من شراء السلاح وتهريبه للزنازين والسيطرة على السجون لإدارة شبكات إجرامية للتجارة بالكوكايين من خلف القضبان. كيف؟ الإكوادور ليست أصلاً بلداً منتجاً للكوكايين ولا المادة المخدرة الرئيسية كوكا، ولكن موقعها بين أكبر بلدين منتجين للكوكايين بيرو وكولومبيا المعروفين بالنقاط الساخنة لهذه التجارة المربحة. جعل الإكوادور طريقاً تهرب عبره المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، وبالنسبة للمهربين تعتبر موانئ الإكوادور جنة، لأن أسهل من تهريب المخدرات ما في. فميناء مانتا مثلاً يصدر 500,000 طن من السمك سنوياً للسوق العالمي ويحوي عدداً هائلاً من قوارب النقل والصيد، ومثله موانئ مصممة لشحن كميات كبيرة من البضائع للتصدير جعلتها نقطة انطلاق لتهريب المخدرات المنتجة بكولومبيا وبيرو وبوليفيا. وعن هذا قال رئيس المخابرات الإكوادوري السابق ماريو بازمينيو إن كارتيلات المكسيك والبرازيل وحتى المافيا الألبانية ترعى منظمات محلية إجرامية تؤجج أعمال العنف الحالية. أضف لكل هذا سياسات اقتصادية اتبعتها الإكوادور منذ عام 2000 جعلتها مركزا لغسيل الأموال، وفوق كل هذا جاءت كورونا وأصبح نصف حجم القوى العاملة التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي مثل عمال المياومة دون دخل، مما فتح الباب للعصابات لتجندهم بالآلاف. ماذا فعلت الحكومة؟ باختصار لم تفلح سياسات الرئيس غييرمو لاسو، ومن ضمنها تغيير 5 رؤساء لقيادة خدمات السجون خلال سنتين ولا فرض حالة الطوارئ في خفض العنف، والنتيجة لجوء الدولة لشراء 24 مليونا من ذخائر الأسلحة للتصدي للعصابات، رقم يفوق 17 مليون تعداد سكان الإكوادور. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.